تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماع عقده مع وزير المالية أحمد كوجوك عددا من ملفات عمل الوزارة. رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن أولوية الإنفاق خلال المرحلة المقبلة ستركز على مجالات التنمية البشرية بالتوازي مع العمل على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد الاجتماع على أن الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة سيراعي بشكل أكبر البعد الاجتماعي بما يسهم في احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية. أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 2.87 مليار دولار خلال شهر يونيو 2024 مقابل تقريبا 3 مليارات دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 5.1%. وأوضح الجهاز أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 1.6% حيث بلغت 3.13 مليار دولار خلال يونيو مقابل 3.18 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. في المقابل انخفضت أيضا قيمة الواردات بنسبة 3.3% حيث بلغت 6 مليارات دولار خلال يونيو المقبل أو مقابل 6.21 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. عقد البنك المركزي المصري منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول لتوعية العاملين بالبنوك المصرية والمؤسسات المالية بأحدث الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالأنظمة المصرفية وكيفية التعامل معها، ذلك بالتعاون مع الشركة الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المدفوعات فيزا. يهدف المنتدى إلى تنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة في القطاع المصرفي وفقا لأفضل الممارسات الدولية كركيزة رئيسية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. أعلنت شركة بدر للبترول أنه تم وضع بئر استكشافي بالصحراء الغربية على الإنتاج بمعدل 15 مليون قدم مكعب غاز و550 برميل بترول يومية. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لشركتي ويبكو وبدر للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023-2024، حيث قال وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي قال إن ما تحقق منذ إسناد المنطقة لشركة بترول الصحراء الغربية ويبكو عام 2012 وحتى الآن هو قصة نجاح في التعامل مع الحقول القديمة والمتقادمة حتى يمكن الاستفادة منها في الاستثمار في الحقول ذات النماذج المماثلة. قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة قال إن الاقتصاد الأخضر يتصدر قائمة أولويات الحكومة. وخلال مشاركته بالدورة الثالثة من منتدى المجتمع الأخضر أشار هيبة إلى أن استراتيجية مصر للطاقة 2035 تستهدف تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى حوالي 42% في العام 2035 بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%. كما أكد هيبة أنه يمكن لمصر إنتاج حوالي 2 تيراوات من الطاقة المتجددة. مشاهدينا نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة مجددا إلى إلهام وسحر، فإليكم. شكرا لك رجاء رمز.